السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله دلوقتي هنعمل مع بعض الباتيه بطريقة تحفة، بدون بيض، بدون منزل، برضو وشه بيض، بطريقة جميلة جدا والنتائج مضمونة ان شاء الله. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي طلع باللون ده وبالشكل الجميل ده، زي ما انتم شايفين بجد بجد تحفة، وشايفين مورق ازاي وطبقات، بجد خطير 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 مع الشاي. يلا هسيبكم بقى مع الحلقة وتشوفوا الطريقة بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا لايك 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 حبايب قلبي. دلوقتي هنعمل معاكم الباتيه، زي ما قلنا هنعمل مع بعض الباتيه التركي بطريقة حلوة جدا. مش هندهن طبعا وشه بيض، هندهن وشه عسل، عشان كده قلنا الباتيه التركي. تمام. هنعمله ازاي؟ هنعرف دلوقتي المقادير بتاعتنا، وزي ما قلت لكم في كل فيديو معجنات، كل ما تعوزي تعملي تضعفي تضعف، يعني لو عايزه تعملي كميه اكبر، المكون اللي هحطه حط الضعف على طول، هيطلع معاكي مظبوط. تمام. اول حاجه انا عندي هنا للوش، عشان بحب انا اعمل بدايه، معلقتين الدبس التمر هحطهم هنا على جنب. تمام. اللي انا هحتاجه للوش سواء دبس تمر او العسل اسود. تمام كده يا بنات، ده اللي احنا هنحتاجه عشان ندهن بيه على الوش. وهنعمل هنا معجناتنا. هنحتاج في ايه؟ في بوله كده بتاعت الكبيره، هتحطي كوبايه ميه دافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ماشي مع بعض خطوه خطوه علشان تاخدي باتيه مورق. امشي معايا. كوبايه حليب، كوبايه ميه دافيه، وهنحط زيت معايا هنا. تمام. انا حطيت هنا في الزيت، هحط عليها معلقه سمنه علشان تبقى طعمها حلو وجميله. هحط عشان تدي الباتيه طعم جميل، رغم ان انا كده كده هحط طبقات سمنه، بس ايه اهي شايفين يا بنات، اهي معلقه كبيره سمنه مع كوبايه الزيت عشان تاخدي باتيه جميل ومورق وتحفه. تمام كده. هنخلطهم مع بعض زي ما انتم شايفين. ودلوقتي هحط رشة ملح حوالي مع ربع معلقة صغيرة، وهنحط يا بنات معلقة من الحليب، معلقة كبيرة، عندي معلقة صغيرة هحط معلقتين خميرة، وهحط معلقة بيكنج باودر عشان يطلع مورق. احنا عارفين ان سر توليقة اي معجنات البيكنج باودر، وحوالي معلقتين كده. احط معلقتين، بصوا لما حطيت الخل، بس عايزه اوريكم، شايفين الرغوه اللي عملتها؟ شايفين هو ده لما حطينا الخل مع البيكنج باودر، هو ده اللي هيديكي توريقه جميله لل ومعلقتين كبار حليب باودر، هو ده اللي هيديكي توريقه جميله للباتيه. تمام. انا عاوزه اوريكم، بصوا التفاعل، شايفين اهو، شايفين الشكل ده؟ يا رب يكون ظاهر، يا رب، لان ده اللي عايزه اوصله لكم. شايفين الرغوة دي هي اللي هتخلي الباتيه بتاعك نتيجته مضمونة 100%. وقلبيه كويس قوي 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 قوي. ناقص بس هتحطي دلوقتي السكر، هنحط واحد معلقتين سكر، معلقتين كبار سكر، وقلبيه. تمام. انا هسيبهم بس 5 دقايق متغطيين، 5 دقايق وارجع لكم. شوفوا دلوقتي انا بعد ما فتحت عليها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله، شايفين الشكل يا بنات؟ خطيره. يلا دلوقتي بقى نحط الايه؟ نحط معلقتين بس روب معلقتين صغيرين كده روب، يعني معلقه واحده كبيره، وخلطيها كويس مع الخليط الجميل ده، وابدأي خدي الطحين بتاعك وانزلي بيه. وانت بتنزلي خلي بالك ان انت تكوني حريصة ان احنا عاوزين عجينة تكون بتلزق شوية، مش نفس عجينة الفطاير اللي هي تكون متماسكة قوي، لا تكون عجينة اي نعم متماسكة، بس اللي هي عارفة تكون بتلزق.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا بنات هي كده زي الفل كده، ما خدتش الكيلو كله تمام، خدت كيلو الا، شايفين شايفين انا عايزاها بتلزق كده تمام كده، فهمتوا اللي انا عاوزه اوصله. يلا دلوقتي هنغطيها وهنسيبها فين الغطا بتاع دي، تكون غطا تكون مسكره كويس قوي ما يبقاش فيها اي نسبه هواء، وهنحطها في مكان دافي تتدفى، واول ما نسيبها لمده ساعتين كاملين، ساعتين كاملين، في نص الساعتين هنيجي نلم العجينه ونهديها تاني ونسيبها الساعه التانيه، بعد كده نبدا نشتغل فيها. لايك لايك لايك، وتعالوا مع بعض نشوف العجينه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بس حبيت اقول لكم حاجه، انا عندي دي حلوه قوي تمام، بس هنا في بقها اللي هو المفتوح مطرح ما بتصبي منه تمام، فانا جبت زي كيس كده او حاجه اللي هو البلاوز اللي هو البلاستيك اي حاجه يعني ماشي، وقفلتها قفلتها قفلتها عشان احنا عارفين ان الحاجه عشان تتخمر لازم تكون في مكان محكم الغلق تمام كده، مش بس مكان دافي، لا لازم تكون العلبه محكمه الغلق او عليها الاسترتش ده او النايلون تمام كده. بس حبيت اقول لكم دي اهي عجينتي، شايفين عجينتي بسم الله ما شاء الله بقت عامله ازاي، شايفين الله اكبر. يلا وزي ما قلنا طريه طريه طريه، لازم اجيب طحين يعني، ممكن نحتاج طحين من تحت. فين البتيت الطحين يا جماعه؟ هجيب الطحين فين؟ لا استنوا بقى شويه وارجع لكم دقيقه واحده. على رخامه بقى، على اي حاجه بتحبي تشتغلي عليها وايه واشتغلي، وجنبك صينيتك هنا اللي هتحطي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدا ناخد ايه عجينتنا قدامنا هنا ما شاء الله عليها، الله اكبر، جميله 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 تمام كده. انا هاخد العجينه هقسمها وهشيل النص ده هنا، ودي برضو هقسمها لان هي اعتقد برضو عشان ما تتعجنيش كده، شايفين، وهبدا ان انا ايه اقسمها ثلاثه، واخلي برده هنا جنبي، واخلي قطعتي برده جنبي عشان احتاجها. خدت طبعا احنا قلنا ان العجينه بتاعتنا بتكون ايه شايفينها، شايفين كده طريه، لازم تكون طريه، ما تبقاش نفس عجينه الفطير خالص، انسوا عجينه الفطير دي مش زيها ابدا تمام كده. يلا هنبدا بقى نفردها مع بعض، ودلوقتي زي ما انتوا شايفين حبيب قلبي بنفضل نفردها، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله العجينه لينه وجميله جدا ازاي، وهتساعدك قوي على ان انت تفرديها بمنتهى السهوله. بتفرديها وتحاولي تفرديها بشكل مستطيل، لان احنا هنحتاج لكل البتيه شكل مستطيل، واذا لقيتي كده زوايد تبداي تشيليها زي ما انت شايفه اللي هي القطعه بتاعه الفطاير او سكينه اي حاجه عندك، وبعد كده تدهني زبده وترشي رشه سكر بسيطه جدا، وتوزعي الزبدة كويس عليها كاملة، وتبدأي تاخدي الطرف تحطي فيه جبنة وتبدأي تلفيها زي ما انت شايفة كده بالظبط. بعد ما لفتيها بقت عمود طويل مستطيل ابدأي لفيها رول، شوفوا شكلها جميلة جدا جدا ازاي، وهتطلع مرقة وتحفة. هناخد غيرها برضو نفردها تماما، بتفرديها برضو كويس جدا نفس الطريقة الاولانية بالظبط، وتحاولي يكون برضو شكله مستطيل وتشيل الاطراف اذا ما طلعتش معاكي مظبوطه. وحطينا زبده وقطعناها اربع شرايح المره دي، وهنحط الجبنه عليها، وحطينا بقيه الطبقات الاربعه فوقها، دي طريقه تانية، هنعمل دلوقتي طريقه ثالثه. ودلوقتي يا بنات بدانا نفرد واحده واحده، نفردها عجينه مدوره
وحطينا طبقة فوق الطبقة، وبرضو هنعمل طبقة تالتة أو رابعة، وناخد الاتنين اللي قبلها وزي ما انتوا شايفين بالتصوير كده بنحطهم فوق بعض، ودي الطبقة الخامسة حطيناهم كلهم فوق بعض. وتبدأي تضغطي عليهم كده بإيدك تسويهم بعد ما حطيتي الخمس طبقات فوق بعض، وتدهنيها زبدة كويس وتحاولي تعمليها مستطيل، تقطعيها خمس شرايح أو أربعة، وتاخدي كل شريحة شايفة ازاي حطيت فيها جبنة من الطرف وقفليها بقى رولات جميلة جدا جدا جدا. شايفين دي الطريقة التالتة للف الباتيه اهو كده، وتحطي فيها الجبنة وتلفيها رول وتحطيها. تمام كده، ان شاء الله تكون عجبتكم برضو الطريقة دي. الطريقة دي على فكرة سهلة جدا وجميلة في لف الباتيه، للي حابب يعمل الطريقة دي. تمام كده، يلا هناخد ونعمل شكل كمان بقى رابع للف الباتيه. هتفرديها برضو خالص، وبرضو زي ما قلنا بحاول انك يكون شكل مستطيل، ما زبطش تشيل الاطراف انتي. وهنبدأ نقطعها، بس الاول هنحط الجبنة هنا وتحطي زبدة وتلفي، وبعد ما تلفيها تقطعيها اتنين تقسميها اتنين. تمام كده، وبقى عندك برضو شكل تاني للباتيه. ودلوقتي هنعمل مع بعض اللي هو شكل الباتيه والميني اللي بينفع لعيد ميلاد. برضو هتفردي العجينة كويس جدا، ده بيعطيك بقى شكله حلو قوي في عيد الميلاد او لو عندك مناسبة او للشاي في كورنر شاي، بيبقى شكله شيك جدا وصغنون. بتقطعيها برضو بعد فردتيها تفرديها ست اربع رولات، وكل رول هتلفيه مرتين، فاهمين زي ما شفتوا كده بالصورة. حطينا هي الجبنة، بعد كده هناخدها ونحطها في الرول التاني ونلفها. شايفين شكلها؟ لايك بقى لايك 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 كده، عملنا ميني باتيه اللي هو صغنون زي ما انتوا شايفين، ولو بصوا شكله انا عايزه اوريكم شكله، شايفين شكله صغنون كده مينا جميل ازاي لاعياد الميلاد. وعملنا الباتيهايه اللي هي الباتيهايه محترمه. تمام، هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ هندهنه ازاي؟ عندي هنا اللي هو معلقه الدبس، حطيت عليها بصوا معلقه واحده بس ميه عشان مش عايزاها تخف قوي، وهاخد واحده واحده كده. بصوا يا بنات، هتمسكي واحده واحده تدهنيها كامله كده، هتديكي اللون الجميل اللي بجد خرافه 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 كده. تمام، هتمسكي باتيهايه باتيهايه وتاخدي من ده تدهنيها كده، باين التصوير باين الاضاءه اهي. بصوا بدل البيض، انا ما بحبش ادهن بيض انتوا عارفين، يعني بصوا انسوا ان انتوا هتلاقوني بدهن بيض في حاجه اصلا يعني. تمام كده، عايزه بقى ترش عليها حبه البركه، عايزه ترش عليها سمسم رشي، انا مش هرش حاجه النهارده، انا هعملها كده. تمام، يلا هدهن كله وبعدين ادخل اولع الفرن على درجه حراره عاليه جدا وادخلها تستوي. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عليه، اول ما طلع نقلته هنا وحطيت عليه فوطه على طول. تمام، تحطي عليه فوطه نظيفه او بخي عليه بخه ميه. انا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، شوفوا ما شاء الله عليه جميل جدا ازاي، الله اكبر. شايفين بجد بجد، بصوا انا عايزه اوريكم التوريقه بتاعته، شايفين شكله خطير 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 خطير. يلا جربوه بقى يا بنات وهيعجبكم جدا 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 وهتدعوا لي. شايفين شكله؟ بصوا بصوا بجد خرافه خرافه خرافه.